تقليم أشجار الزيتون. أولاً الأهداف: إعطاء الأشجار الصغيرة التي هي في طور النمو شكلاً متوازناً ومتماشياً مع حمولتها الطبيعية لكي تعطي إنتاجية كبيرة على امتداد فترة الاستغلال. إقامة توازن بين المجموع الجذري والخضري في أقرب وقت ممكن حتى تسرع الأشجار الصغيرة في الإنتاج. ضمان الاستغلال الملائم للأشجار مكتملة النمو والتحكم في إنتاج اقتصادي ذي ثمار جيدة، جني يدوي ووقاية فعالة للمحاصيل المجنية. الأشياء التي تحتاج إليها: سلم، منشار آلي، خوذة، نظارات واقية، منشار يدوي، ملابس ثقيلة، مجز تقليم، قفازات. احرص على اقتناء أدوات تقليم نظيفة وحادة. إذا كانت أدوات التقليم قديمة ولست متأكد من نظافتها وحدتها، يمكنك شحذها بنفسك، ثم اغمسها في الكحول المحمر لمدة 30 ثانية لتطهيرها، ثم جففها بمنشفة نظيفة. استخدم المجز لتقليم النباتات التي يقل قطرها عن 2.5 سنتيمتر. استخدم منشارا يدويا لتقليم الفروع التي يصل قطرها إلى 7.5 سنتيمتر. استخدم منشارا كهربائيا لتقليم الفروع الضخمة. عندما يبلغ عمر الشجرة عامين ويصل طولها لمتر وتتكون من 3 أو 4 فروع قوية، يمكنك البدء في المراحل الأولى من تشكيل الهيكل الأساسي لشجرة الزيتون. لن تحمل الشجرة أي ثمار إلى أن تصبح بعمر 3 أو 4 سنين، لذلك سيساعد التقليم المبكر على بدء تشكيلها بشكل قابل للنمو الصحي وحمل الثمار. حاول تقليم الشجرة في يوم جاف كي لا تصبح القطعات الجديدة مبللة جدا وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. تقليم الأفرع: سرطانات منافسة تعيق حركة الأشجار، نموات متدلية تتعرض للكسر، أفراخ مائية غير منتجة. فرع منافس للأفرع: فرعين متصالبين إزالة الأضعف، فرع متجه لداخل الشجرة، نموات على الساق الرئيس. اسعى إلى تشكيل الشجرة على شكل كأس. ينبغي أن تنمو الفروع بشكل مائل وللأعلى قليلا، ويظل مركز الشجرة قليل الفروع للسماح للضوء بالوصول لمركز الشجرة. اختر 3 أو 4 فروع لتكوين الشكل الأساسي. فروع قوية تنمو أغلبها بشكل مائل وللأعلى قليلا من الجذع. يمكنك قطع الفروع الضعيفة أو الصغيرة أو العمودية بخلاف تلك الفروع 3 أو 4. أزل الفروع العمودية، خاصة تلك الواقعة بالقرب من الجزء العلوي والتي تبدو ضعيفة ورفيعة، لمد الشجرة بطاقة إضافية للفروع الحاملة للثمار. قص الفروع المائلة التي أصبحت منهكة. راقب الشجرة خلال وقت الحصاد، ستكون تلك الفروع غير منتجة للثمار. أزل الخلفات السرطانات من قاعدة الجذع. يمكن فعل ذلك في أي وقت من السنة. ستبدأ الشجرة في إنتاج الثمار بالفعل في موسم الخريف، لذلك من الأفضل تقليمها قبل بدء إنتاج نمو جديد.